وللتعقيب أكثر على البيان الصادر من مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق بشأن استهداف الموقع الرسمي لقناة الرافدين الفضائية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الأمين العام للمجلس السيد أحمد الغانم. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا وحياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام. أصدرتم في مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق بيانا بشأن استهداف الموقع الرسمي للقناة، كيف تنظرون إلى هذا الانتهاك مرة جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أن استهداف قناة الرافدين الفضائية الحقيقة هذا أمر متوقع منهم من قبل أحزاب السلطة وميليشياتها، لأن الاستهداف يعتبر محاولة بائسة، الهدف منه هو إسكات الإعلام الوطني العراقي التي هي أحد مرتكزاته المهمة قناة الرافدين. لأن قناة الرافدين الحقيقة سلكت سلوك وطني لفضح كل الأعمال التي تقوم بها هذه الأحزاب، وكان لها دور كبير في دعم ثورة تشرين الخالدة، وكذلك أيضا قناة الرافدين كانت ولا زالت لحد الآن هذه القناة هي الصد المنيع في مقاومة الاحتلال ومشاريعه التي تستهدف سيادة ووحدة العراق. نعم، كما تعرفون تفضل. وقناة الرافدين حقيقة هي الصوت الوطني الذي أخذت على عاتقها فضح دور إيران ومشروعها التوسع الطائفي في العراق وفي المنطقة، وهذا الموضوع الحقيقة أرعب إيران وذيول إيران في العراق. نعم. ولهذا دفعت إيران بذيولها لاستهداف موقع القناة الفضائية وعدد من حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي. هو معروف القناة كما هو معروف تستهدف منذ انطلاقتها في عام 2006 وحتى اليوم لم تتوقف عمليات الاستهداف، لكن تزايدت هذه العمليات منذ انطلاق ثورة تشرين. والسؤال الآن، يعني لماذا يخشون هذا الصوت الحر طالما أن لديهم الكثير من القنوات ووسائل الإعلام التي تنطق باسمهم وتعبر عن سياساتهم؟ نعم، مثل ما تفضل جنابك، قناة الرافدين انتهجت منذ تأسيسها عام 2006 ولحد الآن خطا وطنيا واضحا في مناهضة الاحتلال وعمليته السياسية وكل إفرازات هذه العملية، وبدون أي محسوبية لأي جهة كانت داخل العراق أو خارج العراق. وهذه القناة الحقيقة منذ انطلاقها هي الصوت المؤثر في جميع محافظات العراق، حيث أثبتت وبجدارة كبيرة في نقلها كل الأحداث الوطنية ومن ضمنها ثورة تشرين بصورة صادقة وواضحة، بحيث أصبحت القناة الأولى أكثر مصداقية في العراق وفي المنطقة أيضا. ولهذا أصبحت قناة الرافدين بعيدة عن الطائفية، عكس باقي القنوات الأخرى المرتبطة بالأحزاب وهذه الأحزاب المدعومة من إيران. وقناة الرافدين حقيقة يعني أصبحت لها مشاهدين كثيرين في المنطقة الجنوبية وفي الوسط، ولهذا الموقف الحقيقة ولتفاعل أهل الجنوب، أهلنا في الجنوب وفي الوسط مع هذه القناة ومشاهدتها بصورة مستمرة، أرعب الأحزاب وميليشياتها وأرعب إيران أيضا، ولهذا استهدفت هذه القناة الوطنية التي تمثل الإعلام الوطني العراقي. نعم، طيب الآن هناك اتهامات توجه كما تفضلتم إلى الميليشيات الموالية لإيران بالوقوف خلف هذا الانتهاك والهجوم على القناة، على موقعها ووسائل التواصل الاجتماعي فيها. والغريب أن يعني هذه المحاولة تأتي كواحدة من المحاولات التي قامت بها هذه الميليشيات بإسكات أصوات حرة أخرى. نحن شاهدنا عددا من الزملاء الإعلاميين اغتيلوا في وضح النهار وبكواتم بمسدسات كاتمة للصوت. فاليوم نتكلم عن انتهاك بمحاولة اختراق الحسابات. كل الصوت، جميع الأصوات الوطنية الحقيقة التي تعبر عن معاناة الشعب العراقي وتعبر عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي تمثل إرادة هذا الشعب المظلوم الحقيقة، هي مستهدفة من قبل هذه الأحزاب المتسلطة على رقاب العراقيين، ولهذا تستخدم ميليشياتها. ونلاحظ يعني من بداية 2003 لحد الآن
الحقيقة هناك اغتيالات كثيرة للأصوات الوطنية من إخواننا الإعلاميين والصحفيين ومن الثائرين الذين يتظاهرون في ساحات العزة والكرامة الحقيقة. ولهذا تستهدف الأصوات الوطنية وكذلك سيستهدف الإعلام الوطني. ولا نستغرب عندما نسمع أن قناة الرافدين الصوت المعبر عن إرادة هذا الشعب المظلوم أن يستهدف وأن يخترق حساباتها في التواصل الاجتماعي. نعم، أشكرك جزيلا سيد أحمد الغانم الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.